والسلام عليكم ورحمة الله وأهلا. موسم جديد من سيتي سكاي لاين. هالخريطة غير نزلناكم خريطة كاستم على فكرة. اللي ما يعرف القناة خليل جيمنج وسبوم 24 ساعة ترى سيتي سكاي لاين. ف طبعا في ألعاب ثانية لكن سيتي سكاي لاين هي من أحلى الأماكن، لكن خريطة عيبتني الصراحة، حتى تشكيلتها جميلة. شوفوا مسوين دواوير متعب عمر الريال ما مبصر، بس هذا اللي هو اليوتيرن مال الجسر. والله اليوتيرن ماله حلو على فكرة، الجسر وايد حلو وايد اوكي. بس خلينا نشوف لحظة كم سرعة الهاي واي ماله. 100 100 100 80 80 80 80 دوار 80 الظالم 100. لا اوكي بيمشي ويانا عدل، بيمشي ويانا هذا عدل، بيكون شيء مضبوط. الخريطة راح تكون عمدة، المشروع الجديد راح يكون غير. بس أول شيء خلنا نشتري الأراضي اللي جنب. أنا اللي كاسر خاطر واللي قاهرني بس إني لازم أشتري هالشوية هاي عشان البحر، والله لازم على الشاطئ يكون. بس مش مشكلة عادي، بنحن بنبدأ الحين مع عمودات، عنا فلوس عنا هالسوالف، بنبدأ بعمود سلاكن. هني بسوي مدن الصناعية، بخليها مكان في الوسط، خشة بعيد 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 مرة بعيد ما حد يشوفها. هني مثلا هني مكان حلو حق الصناعية. ليش بعد عندي قطار دايركت هي عجيب عجيب، ارمي بقطار دايركت للصناعية هني، وايد تفرق يعني في الزحمة هاي، تفرق فرق السماء والارض يعني من الهاي واي لين. بس عندي مشكلة واحدة اللي هو الهاي واي، كم ارتفاع هذا؟ سيارات يختفن وما يختفن، لازم نوصله في الجسر بعد، مش بس هالدواوير. يعني هالدوار هذا لو كان هني كان بيخدمني في الزحمة أكثر وايد. لو أتفلسف لحظة، لو أتفلسف وإيش هذا؟ لا لازم أشيل كل شيء، مو مشكلة عادي، بني بخطوط إلى من وإلى، ما عندي مشاكل. بس كترتيب الصراحة ترتيبه حي المكان، راعي الخريطة اللي سواها صراحة ترتيبه وايد حلو. مهم، ما نحن مو بنبدأ أول شيء في الصناعية، هذا شيء أكيد يعني. بنبدأ في منو؟ في السكان. سكان نبالهم خط أساسي، من نطلع من هذا الهايوي نبى خط أساسي. الخط الأساسي بيكون عبارة عن 6 لينات يمكن، 6 لين حلوين، 6 لين حلوين. بس اول شيء 6 لين لين وين؟ ما بخرب الدنيا انا هني، ابى امشي شوي مع الشارع. هاي 6 لين، ابى اللي يبني نص يبني هني نص يبني وين؟ هناك هني سيدة. هذا 6 لين، هذا الاشارة الاساسية مالية. مشكلة الشوارع الاساسية هني سرعتهم منخفضة، لازم نعدلها بروحنا. بالزحمة تكون هني شو انسيابية، ما يكون في زحمة وايد، ما يكون في دنيا، ما يكون في عثرة، ما يكون في شيء. وفي قطار، الحلو ان القطار عندنا قريب، يعني ممكن اني بمحطة القطار بعيد عن المدينة الساحلية مالنا اللي هي هاي اوكي. ومدينة الساحلية طبعا ما راح تكون 6 خطوط، لو شو ما راح اسويها 6 خطوط. في ناس بتسكن فوق شوي عند الشارع العام، تصور حتى الحين ناس تخيل كيف اني بسوي الخريطة، لان استوى عندي وايد امور اسويها، لان معظم السكن ولا المدن بيكون وين؟ على شو؟ على البحر. البحر بخليه ممشى شوي، بسوي لنا هني اماكن. هذا مبدئيا. بس اول شيء بنبدا نسوي شو؟ زونينج. زونينج بنحطي البيوت الصغيرة وين؟ نحطي اول شيء في اتقاطعت 4 شوارع صغيرة عندي، انا متأكد اني منزل، كنت منزل وايد امور، وايد منزل اكثر من اني اقدر اتذكر. يعني لحظة انت نبا نحن مع الشارع تماشي الارض، ما نبغاك تتفلسف. مشكلة الشارع هذا كبير، مشكلة هذا الشارع كبير، انا مو بشارع الكبر لانني ما بيكون منطقة كبيرة اصلا، منطقة صغيرة يعني ما تستاهل الزحمة هاي كلها، ولو ما تستاهل العجقة كلها هاي.
شو بنسوي؟ هذا بنمشي للشارع العام، بنجيب لين هني. هني في مجال اسوي شارع صح؟ بس ما اعرف السير بتضرب يوم تخطف ولا لازم ارفعه. هاي المنطقة لازم يكون فيها شو؟ الخدمات اللي في العادة انا اشرد منها، ما احطيها وين؟ في المدينة. فكنا ايكونومي ما ايكونومي، لحقين على الايكونومي. هاي الخدمات اللي في العادة شو ما استعملها بحطيها هني، مثلا زبايل شي، هاي الدرب منه وفيها يعني وايد 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 حلو بيكون. نسوي بالطريقة هاي، بس اظني لازم انزلها شوي، بس منطقة وايد حلوة حقيقتين وايد. طر يكون طر، تعرفون شو طر؟ شي فنان بيكون. كمل الشارع السترينات مالنا من يسار. تعال يا صديقي، هذا روت اساسي، هذا هني بينتهي قريب. الناس اللي تروح وترد المدينة تروح على اساس هالشارع هذا. ما منه فايد اصلا نسوي شوارع داخلية شو كبيرة وايد، لان الزحمة مرتكزة تكون اماكن معينة، وست خطوط اتصور اكثر من كفاية حق زحمة، يعني ما بنحتاج هالكثر نحن. المفروض انه ما نحتاج اكثر من هالكثر. زين، نبغى نقسمهم قسمين، قسم يروح هذا الاتجاه، ولا الكورنيش لازم يكون اكبر شوي. عندنا كورنيش، نحن الكورنيش ما عندنا اربع لينات اتجاه واحد، ما عندنا لازم يكون اتجاهين. ابا الشارع هاي يكون تقاطع ثلاثي، خلونا ارسم خط الكورنيش اول الرباعي. هذا خط الكورنيش بيكون، بس في شير مرة على البحر، اشيلهم في دربي ولا حرام؟ اتصور حرام حاليا اشيلهم. خلي البيوت اللي تي تشيلهم شوية، في مكان في حد بيكون عايش هني. هذا خط الكورنيش، في احد بيكون عايش هني. مش لازم اضك المكان فوق على فكرة. بعد انا احس اني اسوي شوارع على فكرة بشكل كبير، ترى في احد يرجع من وين لين هني. سيدة هذا مرة المكان سيدة اصلا كبرى، واني بست خطوط، ست خطوط سيدة مرة، ما بقى هذا ولا غيره. هذا خلنا نطوفه من هني وبنقص فيه الشارع. خلاص هذا استوى عندنا زاوية. هاي المنطقة الأساسية اللي بنركز عليها حق السكن. لا، هاي المنطقة الأساسية عندنا حق شو؟ حق السكن. ما باب طريقة أبي يسيد على الشارع هذا. هاك منطقة أساسية بنتي عندنا. هاي أول مدينة ابتدائية بتمتد ولا غيرها، هذا عادي نحن نسوي دائما، يعني ما عندنا مشاكل. حتى ممكن نمد من هني من وراء الجسر، لأن عندنا شارع نفس هذا نقدر نمد من هني بعد، ونسوي لنا خط قطار ورا يدينا السكة من ورا تماشي نص المدينة مرة. هاي نص المدينة لين وين؟ لين هني. بس نحن اختار كبداية، انا بركز على المنطقة منو الصناعية، لان المنطقة الصناعية بتكون عبارة مثلا عن اربع سيدات، اوكي، اربع شوارع مرة استريت. الصناعية مربعات، ما متفاهم معها، صناعية مربعات دايركت. تعرفون النظام يعني الصناعية، ما احترم الصناعية، الصناعية وايد ضخمة هاي، مرة مربعات ما متفاهم معها. وعندنا شارع يطلع من، ابي اطلع شارع من هذا الدوار يخطف وسط الصناعية،
بس تعرفون شو، إذا يبقى في الوسط هني يقدرون يدخلون المدينة يقدرون يطلعون، ومن المدينة يرمون يدخلون لهم عادي، من المدينة من هالصناعية، واللي بيرجع يرجع من هني دوار، يرجع الشارع العام، والله الدرب اللي بياخذه ما تسوى عليه صح؟ ما بيسوى عليهم. خلاص بسيطة، شو نسوي؟ بما أن عندنا مجال بنسوي الشارع أصغر. لحظة لحظة، الوضع هذا يبالي تكتكة. أنتوا تتكلمون عن خريطة جامدة، بس شو بسوي بينهم؟ بسوي هاي واي بينهم، خلهم برايمهم. هذا ثري لين وذا بارير، ثري لين وذا بارير. زين بنسوي فورتي تو متر، اوكي زين. خلنا نشيل هذا، طلع علينا هني نايس، بس مو بسيدة وايد، برفع شوي من اليسار مو مشكلة، برفع شوي من اليسار، بيجي من هني. شوفوا هني الترتيب، سوي إشارة ها سيدة. الحين نرد مرة ثانية عن صديقنا هذا، اوكي، ونقول له نبا شارع، نبا شو، نبا شارع يلزق في الأرض تو زيرو مرة، ما بتي بعد بالطريقة هاي، لا ليش ما يدخل سيدة. لحظة بسيطة مو مشكلة، هذا هني بنعدل هني شوي، المفروض بالعكس يكون على فكرة، لكن اوكي الطريقة هاي. هذا الجسر الاول، هذا ما ضبط وايد على فكرة، لحظة ضبط غصب لجل عيونكم. شو ما يضبط، شو اللي ما يضبط، شو كيف هو ما يضبط اصلا. زين وني بالشارع الثاني اللي هو هذا كم يونت كان، والله نسيت، النسيان هذا مصيبة. كان ستة و كان 36 صح؟ وابوك، هلا ابوي، هلا شياك. 54، لا 33 تقريبا، كم كان؟ اوكي مو مشكلة، شو الطريقة هاي؟ أيوة شكله بيلعوزني هذا، منطقة أصلا صعب، بحاول عقب صبر، بنسوي تشيت شوي، نسوي له تشيت، أخبركم كيف، نسوي بالطريقة هاي. زني بهني ونشل عنا التول، خلنا نشوف. اوكي لحظة لحظة، انا اسف، نشل عنا التول والنيبة من هني لين وين، هني الحين يبالي تعديلات شوي، اللي هو لها هذا نشيل نحطيه هني، هذا نشيل نحطيه وين هني،
نعد الجسور يعني، عرفته نعد الجسور، وهذا من حذا ذاك. انزين نلزق هذا، نبل منو ونعدله بعد مرة دايركت عدله. اللي بيرجع المدينة مش المفروض انه يضرب المسافة هذه، المسافة هاي غير صحية. شكله راح يتم شوي ماي الفترة لين عدله. بس هي الفكرة الأساسية شو؟ الفكرة الأساسية ان نحن، يا حبيبي عليك، يا حبيبي يا حبيبي عليك، هذا اللي ما داني. هذا اللي ما داني يتفلسف لك شوية، هالفلسفة زايدة ترفع ضغطي الجيم، يوم يتفلسف يرفع الضغط شوية. ترى الجيم عادي يتفلسف وايد علينا من احنا نلعب، لكن مسوي طاف نحن. انزين كيف تستيب يا مسلم؟ كيف تستيب؟ لازم هني ولا زعلان يعني؟ اوكي مو مشكلة، بس اول شي بسوي شو؟ مو مشكلة، هذا بعد بنعدله. وشو بنسوي؟ زيرو، وبني بنمد هذا نفس حذاء هذاك، هذا بحذاء خليه مرة. زين ما في شر، هي هالسوالف تفاصيل في العادة تاخذ وايد وقت، بس انتو الحين خدتوا لفة على الخريطة وتعرفون شو السالفة، سالفة الخريطة بتعرفونها خلاص، كيف نحن نبداها، كيف نحن نسويها، كيف نحن كذا، كيف نحن إلى آخره. صبر شوية، هالدور جميل. أنا شو نسوي؟ ليش الوقت شغال؟ نسوي كوبي حق هالدوار، كوبي نحط هالدوار هني على سبيل المثال، ونشل هذا بكبره أصلا. أوكي ونشل هالدوار هذا نحطيه وين؟ هني، على اساس الناس تلف، ناس تلف. ايش تسوي؟ اسوي الابجريد هذا اصلا ما بقدر اسوي، بس اقدر. اوه استوى، نايس، فيري نايس. شوف الدوار هذا، ها مش بيحل لنا ازمة، بيحل لنا ازمات الحين. بموين بني دايركت، خلنا نحط بوينت تو بوينت حسب ما يعوزنا. شوفوا هالدوار هذا راح يحل لنا بلاوي، وراح يسوي زحمة بلاوي بعد، لأن بين صناعية وبين لا إله الله شو اسمه المدينة السكنية راح تكون، واللي هو يمكن يكون فيه قطارين، يعني اختار هناك حق الناس اختار هني. ليش؟ لان حتى القطارات بسويها داخليا موصولة، مش بس خارجيا، حتى داخليا لازم تكون موصولة. فهذا الشيء راح يعطينا شوي زحمة. نحن هني الحين نبغى اللعبة، هني اصعب شيء. زين اللي اباه اني اطلع خط من هني
يركب وين؟ يركب هنا. حق الناس اللي نازلة، حق الناس اللي بترد يوتيرن لازم بيكون بالعكس، طريقة نفس شو مماثلة، لكن نبغى يوتيرن أفضل من كذي. أنا الحين أحس الناس إذا دخلت هنا بالطريقة هاي أصلا جايبين العيد. نبغى نفس المكان، ايوه يكون منطقي شوي اكثر. يعني انت جاي من هاي واي، واخر شي تبغى تكون شارع مايل بالطريقة هاي، راح يسوي حادث راح يسوي حادث. فتبغى شارع شو؟ شارع حليوي، يكون لفته حلوة. الحين هذا سيدا بيدخل هني، اوكي حابب يرجع يوتير، ونبي حد ثاني يرجع من هني يوتيرن، او بالاحرى هني ليش ما اخلي يوتيرن دائري؟ خلنا نهدم هذا. الحلقة كلها تقريبا مقضيها الشوارع الدائرية. والله نشيل هذا هني، اوكي انا ما عندي مشكلة هذا بيكون عالي، لانه بيكون عندنا مساحة خريطة كبيرة ترى على فكرة. زين وش نسوي؟ نحط هذا وين؟ هني ركب، اكيد ما بيركب، اكيد سيتي سكاي لاين. ليش يضبط معي يعني؟ ليش مش مسوي عشان تضبط معي الخريطة اصلا؟ تقريبا نفس مسافة داك طالع برا. اوكي نايس. بوينت كنت يا حبيبي، مو بهذا كله، ولا باك انت. بنسوي شارع تحسون انه يسيرن على شارع شو عام، واحد ما يدخل هني يكون مرتاح. شوفوا جيد، والله والله جيد جدا. يكون شارع عام هني، موضوع شوي اطول. خلنا نبغى ستريت تول، اوكي، وبطلع بعد من هني نفس الكلام يا حبيبي، بس هني شوي على اصغر اظن يستوي. بجربه على اصغر شوي. لا مو مشكلة، زين بنرفع شوي. زين مو مشكلة، بنسوي له سناب، مو مشكلة يا اخي. ايوه هذا اللي ترمى يضبط. فشو بنسوي؟ نسويه بالطريقة الطريقة التقليدية، يعني شوي نعكسها. بعض الشغلات نشتغل عليها بالطريقة هاي في سيتي سكاي لاين، ما عندنا مشكلة. يعني مثلا نسوي شيء نفس هذا. لحظة خلنا ندره، خلنا نعدله، نبي نعدله. انا راضي فيهم حاليا هايل. اذا حسيت انهم ماخذين مساحة، اذا حسيت انهم هالامور هاي، انا بعدين اروم ارتب الدنيا تراني عادي، مش قضية بالنسبة لي انا. يعني زين، ونبقى شارع من وين؟ من هني دائري لوين؟ لين هالنقطة هاي، وعلى نفس الحالة افتح منه شو رامب ثاني، سوي شارع دائري نفس شوارعنا. يعني نحن معظم جسورنا دائرية، يمكن معظم الشغلات انا اسويها بالطريقة اللي انا عايش في مكان يشتغل بنفس الطريقة، وتعيبني
طريقة الزحمة وكيف تمشي. ف سامحوني اذا ما يعجبكم الديزاين ولا غير، ولا انتو عايشين في بيئة ثانية. التربية اللي تعيش فيها تأثر وايد على سيتي سكاي لاين وكيف عايش وكيف انت تسوي ولا كيف تدبر امورك. وسوي شارع رئيسي 6 خطوط. هذا بيكون ممتد للصناعية ومش مفروض يكون بالطريقة أبدا. طبعا مش مفروض يكون بالطريقة هاي. بنسوي بالطريقة هاي. حلو. وبمدلع ون هاي واي ثري لينس هني، طلع منه ون هاي واي ثري لينس. بالطريقة هاي يروح يرجع لمنو؟ مش دوار نفس هذا، لا، لان هذا دايركت خلاص داش في الصناعية. هذا دوار يمكن لان احتجنا نحن يروحون يردون، نبوهم يروحون يردون. بس اظن دام مسوين الجسر الدائري يمكن ما نحتاج هذا فعليا، لكن لا بنحتاجه، دوار بنحتاجه، بس بيسوي زحمة. اذا سوى وايد زحمة وتشوف الجسر حل المواضيع، انا بستعمل الجسر وخلاص، وبطلع زحمة الجسر صوبينه، وبريح راسي من صدعه. هني تقريبا نفس الطريقة الثانية، عم بسوي مفترقين بحيث انه هذا بيكون منطقة الصناعية صح؟ مربعات بيور، قلنا مربعات، بس مربعات مربعات مربعات. خلينا نسويه الطريقة هاي، احس الطريقة جميلة والله جميل. بنسوي مش 6 لينات، لا ولا لينين والله، شكلها اخر شيء ون واي 3 لين واند. بعد كان المفروض ننزل ون واي 4 لين، كان بيحل وايد امور، بس عادي. بنمد لنا خط لين هني اللي هو ما نبغى خط سيده. طبعا اول شيء ما بيركب، ثاني شيء محتاجين نحن بالطريقة هاي الشارع هاي، يعتبر بحد ذاته دوار ترى على فكرة، مش قضية. وهذا ما نبغى حد يروح يرد منه، خلاص بيكون بالطريقة هاي. وبنسوي منطقة اللي هي هني، او لا بخليها هني، هاي طالعة من الصناعية، هاي برفعها بخبركم. هاي هذه وابك، شو السالفة؟ وايد وايد قوية البرش، وايد قوية. هذا صبر صبر صبر. اوكي بنساوي المنطقة بعد ما ارتفع حبة هي شوي، بس هلا ننزلها، ما بابها الارتفاع هذا. اوكي برش تول وهالسوالف يساعدنا شو نسوي شو ما نسوي، شو بعض القرارات وبعض الامور. بيكون اتس فيري نايس، يعني فيري نايس تول تو هاف. هني بيكون امداد الماء مالنا، لازم امداد ماء. هذا تأسيس اولي، التأسيس الاولي بيفرق معاي فرق السماء والارض. التأسيس الاولي يسوي كل الفرق اللي انتم مش ممكن تتخيلون انه يسويه. يعني مش بالطريقة هاي، عادة نبغى شي حلو بس مش هالكثر. خله كبير، شوف ايوه هذا حلو، نكمله برمل. ده شارع اساسي على تقاطع اساسي، بس مشكلته جاي على اوكي مو مشكلة، اما اتصور ما بيسوي مشاكل. وبعد برد للون واي نفس الطريقة لين شو لين نضبطه. لين نجيب مربعات متساوية ونحطيه. اتمنى ان الماء يركب يعني. لحظة لا، مية 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 مية. هذا السيوج
ووتر تريتمنت، وهذا مخزون الماي، وهذا مخزون الماي. طبعا توصيل البيبات احنا عارفينه، توصيل البيبات. ابا مداخلاتكم على السلسلة هاي، انتو شو تشوفون، شو الامور، شو المدينة، شو شيء الاحلى اذا نسويه. احب اشوف مداخلاتكم. انا اقرأ كل تعليقاتكم على فكرة، يعني ما في تعليق يمكن ما اقرأ، كل التعليقات اللي موجودة اقرأها، ما في شيء اسحب عليه ولا هذا ولا ذاك، لا اقرأ لكم كل شيء موجود. كل ما يكون عندي وقت ارد على كل التعليقات، لكن اقرأ كل شيء. ها هني نفس الحال، هذا هنا نفس الحال. ما بالعالم تداخل، خلاص خلوا ون وي، خل هاي الون وي الداخل مو مشكلة، خلهم هم يتفاهمون مع الزحمة على. شو رأيكم نبدأ نحط بيوت؟ لون هالحلقة الأولى ما كنت بحط بيوت أنا، بس بنحط بيوت الحين، بنحط بيوت لين هاي المنطقة هاي. دينا هاي المنطقة هاي حط بيوت، ونسوي تقاطع وين ثاني؟ هني الشارع العام هذا ما انصح فيه تقاطعات، لكن مش مشكلة يعني، سوي استثناء اليوم. انزل بنبدأ زونينج بيوت على المنطقة، بتكون عماير سوري على الشارع دايركت، عماير وراه ما في ولا عمارة، بحط ولا عمارة وراه، وراه كله بيوت ولا عمارة. هني كله بيوت، ها هني ما بيكون في بيوت، هني الخدمات كلها بتكون، بسوي خدمات مركزية شوي، الخدمات المركزية بتكون وايد اوكي. هني بتكون عماير المكاتب، طبعا ها بيغنينا ترى نوعا ما عن منو، عن اللحظة انا ما نسيته، لكن عندي سولار بانل اللي هو هذا، قوته من قوته منو، قوته من، خلي يبنون شوي بيوت، خلي يبنون شوي بيوت، بيحط كهرباء هني كله بيوت 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 بيوت. دكاكين بتكون من صوب واحد من داخل، لا عشر اعلام بحط دكاكين، هني بحط بيوت، هني دكاكين، هني يمكن احط عماير بيوت حق اللي جاي من وين، جاي من برا عشان يسوي يبغى. شوف خلنا نشوف الحين، صناعية يبالها كهرباء، لحظة هذي يبالش كهرباء. انت بنحطي لكم، انت وطني سولار بانل واحد يسدكم، في باركنات عندهم كل شيء بعد. بنسوي هني مزرعة صغيرة سولار، ما يبال حتى مزرعة واحدة، واحدة تكفيها. كم استهلاكك انت اصلا؟ وفنان هذا بعد على فكرة. اوكي بدا يبني قدام العماير، بنسوي تيم ان نحن شو، نحن نحب طاقة نظيفة، وفعلا نحب الطاقة النظيفة، الطاقة النظيفة افضل من الطاقة العادية الصراحة. هذا بتسد المدينة فترة على فكرة، هالثلاثة سولر بس فنان على البحر، ياي عنده سولر. هني بسوي ممشى طالع من الشارع، بسوي جسر صغيرون فوق الماء، انا ساير كامل ممشى، ممشى كامل يباله، يعني شيء يباله شوية اهتمام شوية تمور. المهم طولت عليكم في الحلقة، ما بكملها، هذا مشروع بسميه أربيانا إن شاء الله. فنشوفكم في حلقة قادمة، أتمنى تعجبكم السلسلة، ونشوف شو نقدر نسوي في السلسلة هذه.